تم تنظيم مهرجان الجوقات للمدارس العربية البدوية في لواء الجنوب، وذلك في القصر الثقافي بمدينة رهط. شارك في المهرجان حوالي 250 طالباً وطالبة من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتنوعت المشاركة بين عازفين ومغنين، حيث استعرض الطلبة مواهبهم الموسيقية وأصواتهم للتعبير عن إبداعهم الفني. يهدف هذا المهرجان إلى دعم وتعزيز المواهب الموسيقية والفنية لدى الطلبة في المدارس العربية البدوية، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير الفني والابتكار من خلال الجوقات الموسيقية. يعتبر المهرجان فرصة مميزة للطلبة لعرض مهاراتهم ومواهبهم أمام الجمهور وتبادل الخبرات والتجارب بين المدارس. وفي هذا الصدد يسعدنا أن نرحب ببلال بدارنة، وهو مسؤول ملف الموسيقى في المدارس العربية البدوية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم وشكرا على كل الجهود. بداية، هل لك أن تحدثنا عن هدف مهرجان الجوقات للمدارس العربية البدوية في لواء الجنوب؟ هدف المهرجان تشجيع أصحاب المواهب ودعم الموسيقى وموضوع التربية الموسيقية بالمدارس، وطبعا تشجيع المواهب بالعزف مش بس بالغناء. فكان في مشاركة لطالبات من الإعدادية ومن الثانوية، مدرسة ثانوية الرازة برهط، اللي بتعلموا عزف بالمعهد الموسيقي اللي صار له كم سنة برهط، وفي طبعا كمان معهد ثاني بشقاب السلام. في نقلة نوعية بالسنين الأخيرة بمجال التربية الموسيقية سواء بالمعاهد أو بالمدارس، ومنحاول نشجع موضوع الموسيقى، وفي عنا نقص كبير بمعلمين الموسيقى بالجنوب، مش بس بالجنوب، بكتير مدارس في طلب لمعلمين الموسيقى. وأنا بدي أستغل الفرصة إنه عمالين نحكي وأكيد في جمهور كبير بيسمعنا، إنه نشجع الأهالي يشوفوا أولادهم، يطوروا الموهبة عند أولادهم ويأخذوهن على المعاهد الموسيقية. طيب، كمان نرجع لموضوع المهرجان، شو أهمية تنوع المشاركين في هذا المهرجان بين عازفين وبين مغنيين أيضا؟ الهدف الأساسي هو إبراز المواهب اللي موجودة وتشجيعها وتطويرها، وكان في طبعا حضور من المفتشين، من رئيس قسم الفن بوزارة المعارف، وكثير مفتشين من لواء الجنوب ومديري مدارس، وحتى أهالي حضروا المهرجان بالقصر الثقافي اللي هو مكان يعتبر منصة ممتازة لعرض الفن والموسيقى. فبالنسبة لي إنه طالب يجي ويطلع على مسرح ويشوفوا بعض الطلاب من مدارس أخرى ويسمعوا الأغاني، ففي عدة أهداف. وكان في فرقة دبكة من إعدادية الرازي اللي قدمت فقرتين ممتازات، وهي الفرقة ممكن تعرض بأي محل بالعالم. فيعطين ألف عافية كل حدا دعم وشارك، ويعطيكم أنتوا العافية على تغطية المهرجان. كيف يمكن لمهرجان الجوقات أيضا أن يساهم في تعزيز المواهب الموسيقية والفنية لدى طلبة في المدارس العربية والبدوية؟ أنا ما سمعتكيش واضح. كيف ممكن أنه هذا المهرجان أنه يعزز المواهب الموسيقية الموجودة عند الطلبة في المدارس العربية البدوية؟ يعني كل الجوقات اللي شاركت هي كانت جوقات منتخبة اللي اشتغلوا على مدار السنة بسيرورة مع معلمين الموسيقى وبمتابعتي، وكان في نتائج كثير ممتازة. وفي جوقة اللي بشكل خاص بنت على فكرة اللي بلشنا فيها قبل بسنة، إنه نجمع جوقات المدارس برهط ويكونوا بمثابة جوقة كبيرة اللي بتغني مع بعض، وهذا الإشي طبعا بعزز الانتماء
وبقوي العلاقات الاجتماعية بين الطلاب وبقربهم من بعض وبتزيد المودة. فللموسيقى في أهمية كبيرة على الجانب الاجتماعي والعاطفي والذهني طبعا والأدائي. نعم. فالموسيقى هي السحر اللي لازم كل مجتمعنا ينتبه له ويهتموا بأنه يعلموا الطلاب بالذات عزفوا غناء بشكل مهني. نحن لا نكتفي بالحصة التربية الموسيقية بالمدرسة اللي هي يعني متوفرة بقسم من المدارس وبداية مليحة، بس لازم يكون في أكثر من هيك. طيب شو دور الموسيقى؟ بما أنه تحدثت عن أهمية الموسيقى، شو دور الموسيقى للتعبير والتواصل الثقافي بين الطلبة أيضا؟ أكيد لما الطلاب وأي إنسان بنكشف لأنواع موسيقى متعددة وبشوف وبتطلع على الحضارات والثقافات المختلفة بالعالم، تقريبا في الشعب إلا ما عنده الموسيقى التراثية والآلات الموسيقية اللي بتميزه. فبعالمنا اليوم احنا تقريبا كلنا مكشوفين من خلال شبكة الانترنت لعدة موسيقات متنوعة وثقافات اللي بصير في عنا نوع من التقبل ومن التقرب لكل شعوب العالم من خلال الموسيقى. الموسيقى هي أداة اللي بتقرب بين الناس وبصير في احترام وفي أكثر محبة ومودة بين الناس. صحيح. سيد بلال بدارنة، اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر، أنت مسؤول ملف الموسيقى في المدارس العربية البدوية، شكرا جزيلا لك.